جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى المستمعات تقول أفطرت في رمضان لعذر شرعي، لكن كنت أجهل قضاءها فنسيت عدد الأيام، ولكني قدرتها وقمت بصيامها، فما الحكم؟ الحمد لله، ما دمت قدرتيها وعملت بالاحتياط فقد أديت الواجب عليك، لكن بقي عليك الإطعام، إطعام مسكين عن كل يوم، عن تأخير القضاء عن وقته. نعم.